كنديرها كل عام، وكنص الناس اللي ما داروهاش يديروها، راه ما يخافوا والو، راه بخير وعلى خير، وغادي يتهنى من المشاكل الكبار ولا الصغار. والله يشافي جميع المخلوقات. الراح صعيب، خو الموت شحال من واحد داه داك الرواح، هو واحد العدد ديال المرض سموه الرواح، وين اللي كيدير هاد الابره كيتهنى. مزيانه 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 لكل شيء، لكل واحد، ديال الكبير والصغير، ولا واللي ما بغاش يديرها شغلو هذاك يدبر راسو، ولكن مزيانه خصو الواحد يديرها. ديال التلقيح مهمه، ولكن الناس ولاو كيتخوفوا، وهذا الشيء ناتج على التلقيح اللي وقع في كورونا، وقعات وفيات وهذا الشيء، وكان السبب الاساسي على حسب المنظمه العالميه للصحه، لان السبب هو كورونا. الناس ولاو كيتخافوا هذا التلقيح ديال الانفلونزا، خصوصا الناس المسنين والناس اللي عندهم امراض مزمنه. إذا فهذا تيظهر لي أنا يمكن غادي يكون القضية ديال التلقيح، غادي يكون الناس تخوف، ما غاديش يكون ذاك الإقبال اللي كان مول تيكون كل سنة. الحمد لله التلقيح نفعوا زعما الناس المسنين، كمعرضين ديما للأمراض، أكثرية تكون قلت المناعة، ولكن الحمد لله زعما بنادم خصو ما يتخلص عليها، والحمد لله وزارة الصحة معطيانا هاد الفاكسان انا باش يكونوا في صحه جيده، واللهم لك الحمد. من العام للعام كندير فاكسان البرا ديال الرواح. انا من الناس اللي كيديروها، كنديرها كل عام. ملي عندي 60 عام كنديرها، على ود الرواح كتقف عليا الرواح، واخا جاني الرواح كتقف عليا شي شويه، ما كيكونش كما كان قبل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.